بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهاردة هناخد أو هنتناول أسئلة للتبرس اللي هم المتفوقين، أو the brilliant students للطلبة المتفوقين. questions for the tubers، أسئلة للمتفوقين للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2019-2020. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم على رسول الله. نبدأ بأول نوعية من الأسئلة اللي ممكن تقابلنا في المتفوقين. Choose the correct answer. Choose the correct answer. Number one. Everyone is doing his best homework, his, her, their, your. Homework طبعا مفروض ان everyone بتعامل معاملة المفرد ويعود عليها الضمير ايه؟ جمع. فطبعا مفروض ان انا اختار التيوز بتاعي هيبقى their. Number two. The shop is space on Friday. Open, opened, be opened, opening. طبعا مفروض the shop is space هتبقى open، طبعا لان هنا adjective صفة اللي هي open مفتوح، not opened. ما ينفعش اقول is open، لو عايز اقول is opened اقول is opened by Mr. Ahmed or is opened in 1992 to 2020 and so on، ولكن احنا هنا بنستخدم مين؟ adjective. Number three. She used to play tennis but now she's space. But now she طبعا used to معناها اعتاد عمل شيء في الماضي والاقلاع عنه في الحاضر، فطبعا now معناها ان انا بتكلم عن البريزنت، وطبعا انا هنا بعتبر بعمل نيجاتيف للفيرب بلاي، هيبقى ايه؟ نو شي ناو شي دازنت، ناو شي دازنت. يس. Number four. The more you read space information you get. طبعا في much، في more، في less، في the more. طبعا هختار كلمة ايه؟ The more information you get. The more information you get. Number five. Zainab is space clever that she answered the exam. هتبقى زينب is طبعا مفروض ان انا في عند that يبقى قدامي two choice، اتنين اختياري، لأما اختار such او so. معروف ان such بيجي معاه that وso بيجي معاها that، اما to و enough بيجي معاهم ايه؟ تو بلس انفينيتيف، فالاثنين دول ما ينفعش عندي في الاختياري، يبقى انا عندي لا ساتش لا سو. طب انا هختار سو ولا ساتش هنا؟ نختار طبعا سو، لان سو بيجي وراها الادجكتيف او الادفيرب، اما ساتش بيجي معاها الاي او ان والادجكتيف الصفه وبعدين الاسم الموصوف، او لو اسم الموصوف ده في حاله ان الاسم الموصوف اللي معايا مفرد، اما لو الاسم الموصوف اللي عندي جمع او اسم غير معدود فطبعا بنجيب such والصفه على طول وبعدين وراها الاسم اللي هو البلورال الجمع او uncountable noun الاسم غير المعدود. فمفروض لو انا عمل لو انا عندي sentence جمله زينب is such a clever girl او such او they are such clever girls، يبقى لو في حاله الجمع مش بنحط ايه او ان طبعا، لان الاسم الجمع لا يسبق بايه او ان، والاسم غير المعدود برضو لا يسبق بايه او ان، فهنا هنجيب clever girls على طول، او for example expensive furniture على طول. اما لو كان عندي such والجمله او عندي اسم موصوف اقول such a clever girl، انا ما عنديش هنا girl وانا عندي اسم موصوف، يبقى اكيد الاختيار بتاعي بقى مين؟ so. so بتطبع بالadjective مباشره او بالadverb. Of the two boys, Abdullah is best. طبعا of the two boys, Abdullah is مفروض the best, good, best, the better. أقول Abdullah is the better. Abdullah is the better. ده طبعا في اللي هو اسلوب ان انا اختياري من اتنين، عبد الله از بيتر، بيجمع بين اسلوب التفضيل واسلوب المقارنه، باخد من التفضيل از وباخد من اسلوب المقارنه اللي هو مين؟ اللي هي الادجكتيف اللي منتهي باي ار، او الادجكتيف او ازاي بتعامل مع الادجكتيف اللي هو المقارنه، الصفات المقارنه. فمفروض اقول اوف ذا تو بويز عبد الله از ذا بيتر. My grandfather is based at prep school for 3 years. My grandfather معروف ان 4 بيجي وراها مدة زمنية محددة، ولكن انا عندي هنا for 3 years مدة زمنية محددة، يبقى تسبق بمضارع تام. طب هل السنتنس اللي معايا هل بدأ الحدث وما زال مستمر معايا؟ طبعا لا. امال مين الزمن اللي بيعبر عن حدث بدأ وانتهى في الماضي؟ طبعا اللي هو الماضي البسيط. يبقى المفروض ان انا التشويس بتاع الاختياري My grandfather learned at prep school. learned not، ما اختارش اقول has learned، no learned، لانها sentence او زمن الجمله هنا اصبح عندي ماضي بسيط وليس مضارع تام. يبقى my grandfather learned at prep school. learned at prep school. طبعا ده التيود. لو جينا نشوف على الاختيار اللي احنا قلناه دلوقتي، طبعا قلنا everyone is doing there.
the shop is open زي ما احنا شرحناهم. now she doesn't the more you read the more information زينب is so clever of the two boys عبد الله is the better my grandfather learned يبقى ده التشوز اللي معايا. جينا نبص على نفس أسئلة متنوعة وأسئلة أخرى. never space early never space early طبعا never أداة نفي طيب بس لو جت في بداية الجملة الجملة بتعامل كأسلوب استفهام. يعني إيه أسلوب استفهام؟ يعني فعل مساعد فاعل فعل فعل مساعد فاعل فعل. مين الفعل المساعد عندنا المفروض أصل الجملة هي never gets home early. فلو انا عملتها او حولتها الى اسلوب never جاء في بداية الجملة يبقى never does he come اللي هو التشويس بتاعي يبقى be never does he come. ممكن في عندنا برضو never never come late again طبعا ده اسلوب امر. never 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 play in the street طبعا اسلوب امر ولكن انا عندي السنتنس هنا اصلا مضارع لان في عندي السبجكت اللي هو هي فطبعا ده زمن الجمله اصلا بريزنت سيمبل فبدل زمن الجمله بريزنت سيمبل يبقى انا بعملها ايه بتعامل الجمله كمضارع بسيط ولكن نيفر اذا جاءت في بدايه الجمله تعامل الجمله كانها اسلوب استفهام ولكن هي مش سؤال ولكن بتاخد شكل اسلوب الاستفهام. يعني ايه شكل اسلوب الاستفهام؟ يعني بجيب فعل مساعد فاعل فعل يبقى نيفر داز هي كم. ذا سيزرز ار يوزد تو سبيس كلوث cloth طبعا the scissors are used to cut cloth. طب لو انا قلت for the scissors are used for cutting cloth طبعا هنا used to تستخدم فيه كفعل مبني للمجهول. number 3 I suggested she space to the party I suggested she go go وليس going. امتى تبقى going؟ لو انا حذفت السبجكت اللي عندي شي قول I suggested going to the party I suggested going ولكن انا عندي السبجكت بدل فيه suggested او recommend بيجي وراهم السبجكت الفاعل بيجي معاهم الانفينيتيف حتى لو الفاعل بتاعي هي او شي او they او اي فاعل بيجي معاه الانفينيتيف او ممكن should plus mean infinitive. I suggested she go to the party or she should go to the party. Number 4 he was made space angry he was made to feel angry he was made to feel angry to feel angry. طبعا هنا مفروض ان الفعل ميد بيجي معاه السبجكت بيجي معاه اوبجكت نوت سبجكت بيجي معاه اوبجكت وبعدين انفينيتيف ولكن عند بناء الفعل ميد للمجهول بيجي معاه تو بلس انفينيتيف. يبقى لو انا جيت اقرا الجمله عاديه من غير ما تبقى مبنيه المجهول اقول هي ميد مي لاف هي ميد مي فيل انجري هي ميد مي فيل على طول بالانفينيتيف ولكن في حاله بناء للمجهول هي واز ميد تو فيل انجري لان الفعل مبني لايه للمجهول. نمبر 5 اي سبيس تو ماي فريندز بارثدي بارتي لاست نايت طبعا هنا انا دعيت فالجمله مبنيه للمجهول يبقى ايه اي واز انفايتد I was invited to my friend's birthday. مش I invited to. لا. I was invited to. مبني للمجهول. Of the two boys, Ali is. Of the two boys, Ali is. قلنا إيه? The better. My grandfather. لأن طبعا الجمل دي مقررة. وإحنا قلنا في الأمثلة السابقة. طبعا دي الاختيار بتاعي. أو التشوز اللي أنا اخترته. قلنا never does he come. The scissors are used to cut. I suggested she go. He was made to feel. I was invited to my friend's birthday party. Of the two points, Ali is the better. My grandfather learned it. في عندنا choose برضو. He space in answering all the questions. He succeeded in. He succeeded in answering. Space is a sport you can do on water. You do is a sport you can do on water. ولا كارت ولا wind surfing ولا football. طبعا هتبقى wind surfing. Please go and space a ticket. طبعا reserve a ticket. Go and reserve a ticket. Number 11. Another space food which is eaten is فسيخ. طبعا another traditional food. طعام تقليدي. طبعا حابه عاده شخصيه وكاستم عاده مين مجتمع. when we space food we mix it with spices when we season season يعني يتبل when we season food when we season food طبعا يتبل طبعا معتمد على الفوكاب يبقى succeeded in when serving reserve traditional and season. نيجي بقى لاسئله الرايت
read the following sentences. Number one, عادل might visit us tomorrow. قال لا, I am not sure. يبقى I am not sure if عادل will, بدل في tomorrow يبقى في ايه, will. tomorrow will. يبقى I am not sure if عادل will visit us tomorrow. علي is interested in reading. He also writes short stories. قال لك دخل in addition. طبعا هشيل الرابط القديم اللي هو مين also وادخل كلمة مين addition. يبقى علي is interested in reading. In addition he writes short stories. He writes short stories. نيجي number 3. A computer is used to send email. A computer is used to send emails. قال لي استخدم لي sending. مفروض ان انا شلته واخليها مين for. يبقى a computer is used for sending emails. نيجي number 4. She was capable of crossing the bridge. She was capable of crossing the bridge. هتبقى ايه؟ She was able to cross the bridge. She was able to cross the bridge. Were you able to do the sum? Did you have the ability? Ability عايزة verb to have. عليك القدرة. يبقى طبعا هتبقى did you have the ability to do the sum. There is a mouse under the table. There is a mouse under the table. عايزة mice. طبعا mice دي ناون plural جمع. يبقى there are mice under the table. لأن الجمع بنقول ايه there are not there. There is. نيجي number 7. They cooked lunch. They watched TV. قال لك not only. Not only جايبها لي كابتل. بدل جايبها كابتل يبقى انا عاملها في استفهام. Not only did they cook lunch but also they watched TV. Not only did they cook lunch but also they watched TV. نيجي number 8. Was he able to solve the mystery? Was he able to solve the mystery? قال لك capable. هنقول ايه? Was he capable of solving the mystery? He can't be Egyptian. He can't be Egyptian. طبعا he cannot be. نشيل cannot عايزين مين French. يبقى he must be French. He must be French. Number 10. علي didn't catch the train. علي didn't catch the train. لو جينا الكانت الجملة السنتنس زمن الجملة past ماضي يبقى لابد ان انا استخدم can't have والتصريف مين التالت. يبقى علي can't have caught the train. لو زمن الجملة past نجيب can't have plus البيبي or must have plus البيبي or might have plus mean البيبي. فطبعا عندنا السنتنس عندنا هنا past يبقى علي can't have caught the train. Nobody is taller than علي. يبقى مفروض ان علي اطولهم. يبقى علي is a the tallest boy. يبقى no boy is taller than علي. مفيش ولد اطول من علي. يبقى علي الاطول. يبقى علي is the tallest boy. I have good few friends. I have good few friends. عايزة مني. ما احنا قلنا ان في مين ان few بتساوي not many. few بتساوي not many. يبقى انا هعمل negative للverb. يبقى I haven't got many friends. I haven't got many friends. He needs the mechanic to repair the car. He needs the mechanic to repair the car. The car ممكن قال لي دخل على repairing. قال له the car needs repairing. The car needs repairing. أو the car needs to be repaired. يبقى لو قال لي دخل لي عليها repairing أقول له needs repairing. طب لو قال لي دخل لي repaired أقول له the car needs to be repaired. Yes. Does Mona help you? Does Mona help you? عايز أدخل عليه عايز قال لي استخدم لي helped. يبقى are you helped by منا؟ Are you helped by منا؟ Who helps? Who helps you? Who are you helped by? Who helps you? Who are you helped by? طبعا مبنية للمجهول. What did Tasneem study? What was studied by Tasneem? What was studied by Tasneem? طبعا ما عنديش subject. ما عنديش object. بس انا هبنيها لايه للمجهول. What was studied by Tasneem? Who what do rabbits eat? يبقى what are eaten by rabbits. What are eaten by rabbits. برضو الجملة ما عنديش فيها object مفعول. يبقى أنا بستخدمها what are eaten by rabbits. I want Sama to help me. I want Sama to help me. I want to be helped by Sama. يبقى أنا عندي هنا ال object بتاعي me. I want to be helped by Sama. Who ironed your shirts? Who ironed your shirts? Who were your shirts ironed by? Who were your shirts ironed by? What did Ahmed buy? قال لي دخل لي بوت. يبقى what was bought by Ahmed. برضو السنتنس ما عنديش فيها مفعول. بدل ما فيش مفعول بنجيب الفيرب على طول. What was bought by Ahmed. What was bought by Ahmed.
Do you get the boy to carry the box? قال لك دخلي carried. يبقى do you get the box carried؟ طبعا هنا عندي get بيجي معاها الانفينيتيف 2 بلس انفينيتيف في حالة المعلوم. get بيجي معاها الفاعل السبجكت ويكون عاقل وبعدين 2 بلس انفينيتيف. طب عايزه بنقل المجهول يبقى انا هجيب الاوبجكت بتاع الجمله اللي هو ذا بوكس. يبقى do you get the box carried؟ طبعا سواء الفعل get او الفعل اللي عندي have. have بيجي طبعا مع السبجكت ومعني مع الانفينيتيف، ولكن get بيجي معاه الفاعل ومعاه مين؟ 2 بلس انفينيتيف. طيب انا عايزه ابنيها للمجهول يبقى انا هجيب مين؟ هنسيب الاكسبريشن التعبير ثابت معايا وبنجيب المفعول الثاني ده اللي انا بستخدمه بعد get او have، وبنجيب الفعل مين؟ تصريف ثالث. Do you get the books carried؟ Do you get the books carried؟ We have lunch at 2 o'clock. طبعا الفعل have في المبني للمجهول يصنف حسب معناه في الجملة. معناه يتناول، أي يأكل أو يأخذ أو يقضي أجازة. Anything of any meaning. طبعا بصنفه طبعا الميننج بتاعه في الجملة. يبقى lunch المفعول بتاعي عندي lunch is eaten by us. طب أنا جبت eat منين؟ لأن بتديني معنى مين؟ have هنا يتناول. هنا معناه الأكل التاج أكل يعني. She had her summer holiday in Luxor. عايزة أبنيها للمجهول. طبعا had هنا طب أنا صنفه عايزة أبنيه للمجهول والفعل past. يبقى her summer holiday was spent in Luxor. Her summer holiday was spent in Luxor. He put the mobile on the desk. He put the mobile on the desk. طبعا هنا البوت الفعل بوت ماضي وليس مضارع. ليه بقى؟ لان لو مضارع المفروض ان انا اقول he puts، فاقول ايه؟ the mobile was put on the desk. The mobile was put on the desk. The mobile was put on the desk. Number 25. He let us go out. He let us go out. طبعا الفعل let في بناء المجهول بنستخدم الفعل مين؟ allow. We are we. طبعا ده بالفعل let. يا ترى هنا past ولا present؟ طبعا past لان عندي he let. لو هو مضارع زي اللي قبله لابد ان اقول he lets، فاقول ايه؟ we. طبعا us هتتحول الى we. We were allowed to go out. We were allowed to go out. He doesn't like shouting at him. He doesn't like shouting at him. He doesn't like being shouted at. He doesn't like being shouted at. He doesn't like being shouted at. السؤال اللي بعده. She is afraid that the dogs follow her. She is afraid that the dogs follow her. يبقى she is afraid of being followed by dogs. سؤالي دخل followed. يبقى she is afraid of being followed by dogs. طبعا الفعل هنا مبني لمين؟ المجهول. طبعا الصفة إذا بنيتها للمجهول بجيب حرف الجر اللي معاها وبنجيب وراها الفيرب بلس ing وبعدين التصريف مين؟ التالت. She is afraid of being followed by dogs. I don't know who came first. قال لي ابدا له جمله بهو. يبقى who came first isn't known. Who came first isn't known. He saw the boy fall in the street. He saw the boy fall in the street. معروف ان الفعل saw او watch او hear او notice بيجي معاهم مفعول وبعدين الانفينيتيف. بيجي معاهم المفعول وبعدين مين؟ الانفينيتيف مصدر الفعل. طيب او بيجي معاهم الفيرب بلس اي ان جي. طب في حاله لو جه معاهم الانفينيتيف فعند بناء للمجهول بيجي معاه 2 بلس مين؟ الانفينيتيف. يبقى ذا بوي واز سين تو فول ان ذا ستريت. ذا بوي واز سين تو فول ان ذا ستريت. هي واتش ذا جيرل بلاينج ان ذا ستريت. نفس شبه او شبيهة بالجمله اللي قبلها. هنا الفعل واتش. ذا جيرل از واتشد بلاينج ان ذا ستريت. The girl is watched playing in the street. طبعا هنا استخدمت الفعل مين؟ هنا playing زي ما هي. بنيت الفعل watches للمجهول is watched playing. اما لو كان عندنا جاي معايا الانفينيتيف لو نفس الجمله لك هي watch the girl play in the street يبقى نقول the girl is watched to play. لكن لو عندنا ing بيفضل بنستخدم الفعل او بنضع الفعل كما ايه؟ كما هو. السؤال اللي بعده. He had mom tidy the room. He had mom tidy the room. عندي هنا had قلنا بيجي معاه الانفينيتيف في حاله لو جه وراها فاعل بيجي معاه الانفينيتيف. طب انا عايزه ابنيها للمجهول. طبعا المفعول عندي اللي هو المفعول اللي هو the room. يبقى he had the room tidied by mom. He had the room tidied by mom. طبعا قلنا الفعل had او الفعل have والفعل get لو جه وراهم عاقل فهاف بيجي معاه انفينيتيف ومعاه وجيت بيجي معاه 2 بلس انفينيتيف. في حاله المجهول سواء هاف او جيت بنجيب المفعول غير العاقل وبعدين التصريف مين؟ الثالث.
يجي على الجملة اللي بعدها she had to follow the rules. she had to follow the rules. قال لك ابدأ لي الجملة بكلمة the rules، يبقى أنا هقول إيه؟ the rules had to be followed. the rules had to be followed. followed طبعا هنا في خطأ، هنحط إيه؟ ال ed، هنضيف ال ed. the rules had to be followed. followed يبقى هنضيف في كلمة follow ed. طبعا نكملها عندنا في السنتنس اللي معانا، في خطأ فيها هنزود في follow ed. أتمنى إن الأسئلة تكون عجبتكم، وأتمنى التوفيق للجميع، والله وربنا يوفقكم جميعا، والأسئلة تذاكروها كويس وتستوعبوها، لأنها أسئلة جميلة ممكن مترابطة مع المنهج بتاعنا. وأتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى توفيق لكل الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله.